طيب دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم عشان نتابع استقبال حديقة الحيوان في الجيزة لزوارها في أيام عيد الفطر المبارك والتطوير كمان اللي حصل في حديقة الحيوان. وسط إجراءات مشددة بتوفير الجو الملائم للزوار للاستمتاع بالحيوانات والمساحات الخضراء، استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة زوارها في أول أيام عيد الفطر المبارك. الحديقة الحقيقة مستعدة لاستقبال عيد الفطر، وزي ما احنا شايف زي ما حضرتك شايف احنا فتحنا النهاردة الساعة 7 صباحا، رغم ان كان في تخطيطنا ان احنا نفتح الساعة 8 بس لقينا في إقبال ففتحنا تيسيرا على الناس الساعة 7 صباحا، والإقبال واضح من الشباب كتير الحقيقة. واحنا الحقيقة استعدينا في محورين أساسيين، يمكن المحور الأول هو يعني صحة الحيوانات ومظهرها وتدبير حيوانات جديدة. هي طبعا جميلة جدا وطبعا شكلها حلو جدا، طبعا لما تدخلها كمان في كذا حيوانات كده جميلة جدا، شفنا كلب البحر وشفنا ثعابين، شفنا زواحف، شفنا الأسود، شفنا شكلها حلوة جدا. لا هو شكل عام الحديقة يعني بقت غير الأول كمان، يعني في النظافة بالذات يعني، وبعدين عملوا أماكن للناس تقعد، اللي عاوز ياكل اللي عاوز يريح، ما اتعملت حاجات حلوه يعني بصراحه. يا رب في اعيادنا وافرح فيها البركه وزيد، جانا العيد اهو جانا العيد، جانا العيد اهو جانا العيد. في اطار تطوير شامل وبالتنسيق مع وزاره الزراعه بتوفير حيوانات جديده، تفتح الحديقه ابوابها لاستقبال الزوار ببرامج ترفيهيه تشمل متحف للحيوانات وطيور نادره محنطه. علشان اجي اتفرج على الحيوانات واكل الحيوانات التانية واجي استمتع يعني وكده. والعيد شفنا القرود وشفنا العصافير وشفنا الغزلان وشفنا الثعابين والاسود والنمور. جيت الحيوانات بسم الله ما شاء الله منظمه نظيفه جدا، وفيها حاجات يعني بسم الله ما شاء الله يعني زادت، والعدد يعني في اقبال شديد. انا جاي من المحل علشان اعيد هنا في القاهره، يعني بحب القاهره جدا وبالذات يعني جيت حضرتك محافظة الجيزة. التطوير طبعا حضرتك بالنسبة للطفطف الموجود وبالنسبة للحيوانات الموجودة، واحنا الحمد لله يعني الأولاد متعودين طبعا دايما إن هم من صغرهم إن يجوا جنينة الحيوانات. شفت تطوير جديد عن كل مرة، تقريبا اتطورت كتير جدا. أنا جيتها من فترة بس ما كانش فيه التطوير ده، بس يعني بقت كويسة جدا وكمان اتجددت وفيها حاجات أجدد عن الفترة اللي فاتت، وانا شايفاها مناسبه يعني ان احنا نخرج فيها. يعني الدنيا هاديه برضو، كان شويه لكن في الظهر كده بايه بتسحم الدنيا وكده، وشفت يعني حياتي الصراحه اتغيرت، لعبت العيال كويس عشان اجي ابسطهم اول يوم عشان الامتحانات وكده، بعد كده الواحد مش هيعرف يطلع وكده. مع اتخاذ كافه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه تعمل الحديقه طوال ايام الاسبوع منذ السابعه صباحا مع توفير المقاعد ووسائل النقل الداخليه الملائمه. جزء اصيل من ذكرياتنا كلنا، مفيش حد فينا وهو صغير ما راحش حديقه الحيوان عشان يتفسح فيها سواء في العيد او في غير العيد، لكن في العيد بيكون الاقبال شديد، وزي ما حضراتكم شفتوا يمكن الناس قالت ان في اقبال لكن الصوره كمان موضحه ان في اقبال، وكان مخطط تفتح الساعه 8 لا فتحنا الساعه 7، في ناس جايه كمان من في ناس جايه من المحله عشان تتفسح، جايبه اولادها وجاي اسر كامله جايه عشان تتفسح في حديقه صحيح. الحيوان اصلا الرقم نفسه 40,000 زائر، يعني انا سعيده الحقيقه بيه لانه احنا بقالنا كتير قوي ما سمعناش ان في اقبال بالشكل ده على حديقه الحيوان، مع ان حديقه الحيوان في الجيزه دي من اقدم حدائق الحيوانات يمكن في العالم. فيعني لما كان في وقت من الاوقات كده كانت بتعاني من الاهمال، لكن دلوقتي احنا شايفين الناس رجعت تاني تروح، ده طبعا نتيجه للتطوير اللي حصل فيها والاهتمام بيها والاهتمام بالحيوانات اللي فيها والاهتمام بالنظافه. فيعني ده شيء يسعدنا، واعتقد انه اللي ما وداش ولاده لحد النهارده حديقه الحيوان لازم ياخد ولاده ويوديهم زي ما احنا بنقول عليها كده جنينه الحيوانات. يعني احنا حافظين لازم واحنا صغيرين لازم نروح المدارس، كانت بتودي رحلات طبعا فاكر طبعا. كنا دايما كلنا لازم يبقى دي، يعني لو ما حدش راحها مع البيت لازم يكون راحها مع المدرسه والعكس، وكانت بتطرح اكتر من مره. اعتقد دلوقتي زي ما احنا شايفين مع حضراتكم الصوره هي فعلا تستحق ان احنا نروح، ما ينفعش يكون حد عنده فعلا طفل دلوقتي وما يكونش زار حديقه الحيوانات اللي بالجيزه.